السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة زرعات. أتمنى منكم الاشتراك لدعم القناة والضغط على زر اللايك. الحين بوريكم إيش جابت لي أختي لما اشترت من الإنترنت. أرسلت لي هذه الزرعة عشان تعرفون أنا أحب الزرع وأختي كذلك، فقاعدين نتشارك المزروعات مع بعض. وأرسلت لي هذه الأكواب الورق البلاستيكية عشان بعد أزرع فيها إذا ما عندي شيء أزرع فيه، وأرسلت لي تربة زراعية. وأرسلت لي هذه كلها بذور، عندكم هذا سرح، بذور السرح أيضا، هذا غاف أول مرة أسمع فيه، هنا ستيفيا، عندكم هنا قرض، هذه حبته. طيب هنا جاكرندا أو جاكرينا، مو واضح. أوكي إيش هذه؟ هذه سمر، طبعاً بعضها نباتات صحراوية. هنا جوافة حمراء، حلو، أمي تحب الجوافة بزرعها وبعدين إذا أثمرت أعطي أمي منها. إيش في؟ إيش الورقة الثانية اللي معها؟ البان عربي، أتوقع اسمه كذا، البان عربي. واو، هنا الأراك، كويس عشان أخذ مساويك من قريب. طيب هذا إيش؟ شفلح أو شفتح، شفلح أتوقع اسمه. هنا ريحان إيطالي، واو حلو، عاد معطرة ريحته مرة مع الهواء يهب علي. إيش هذا؟ روثة، بمبر بري، ما أدري يمكن تعرفونه أنتم. إيش في هنا؟ زعتر، واو حلو، يجيني زعتر طازج من مزرعة بيتي. هذه بذور الأشياء اللي يطلع منها ورود أو الزهرية اللي تزهر تطلع زهور، حطتها لي على جنب. ايضا في ورقة تعليمات معاها كتبتها لي، خلونا نشوف بعضا منها. مو واضحة الكتابة اصلا، هذه بذرتين في بعض. طيب هذه السيم مدري السليم ما ادري والله كتابتها مو واضحة. ايش هذه البذور مقفلة عليها مو واضح بعد. هيا تروح البذور. طيب هذا ايش؟ شاي الازرق، واو واو حلو جدا حلو. الثالوث أتوقع اسمه ثالوث. طيب خبز النحل أنا راح أزرعها وراح أوريكم في القناة إن شاء الله كيف تطلع، فتابعوني في القناة عشان تشوفون كيف تتكون هذه النباتات أول بأول. ملكة الحقل، حلو. وبس والله لا تنسون اشتراك بالقناة عشان تدعمون قناتي، وانزل لكم ان شاء الله زرعات اول باول، والضغط على اللايك وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.